صباح الخير، واليوم 1 اب 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، ذكائك المهني وحضورك الفعال رح يكون سبب بسحب البساط من تحت أقدامك، والفلك عم يتحدث عن استبعادك إلى جهة تانية، وكأنه سياسات محيطك المهني قادمة من خلفيات تحريض مباشر من أحد الزملاء. عاطفيا عم تعيش حالة من الخوف والقلق المستمر من وجود طرف ثالث بينك وبين الشريك، وبنفس الوقت رح تجتهد على استعادة حقك بالدفاع عن مواقفك واستقرارك معه. مولود برج الثور، عم تسعى لتحقيق منافع شخصية ومهنية عن طريق زميل أو قريب مقيم في الخارج، ومن المحتمل هيدي الخطوة تكون سبب بإلغاء وظيفتك الحالية أو إلغاء مشروع كنت عم تستعد لاستئناف خطواته الأولى. عاطفيا تبدو الأجواء محيطة في مريحة في الحب، والفلك عم يتحدث عن مرحلة هادية وقدرة جبارة على تحريك مشاعرك وطموحاتك العاطفية باتجاه ارتباط جد ومشاريع مشتركة مع الشريك. مولود الجوزاء، عم بتفكر تستخدم علاقاتك أو نفوذك المهمة لدوافع مهنية بهدف إنهاء المرحلة الصعبة يلي عم بتعيشها بكل سلبياتها، ومن المحتمل تبدأ بتجربة جديدة ولكن بقرارات مختلفة عن السابق. عاطفيا خطوة استباقية رح تمهد الطريق للتصالح والتقارب مع الشريك، ومن الضروري التعويض لنفسك عن المشاعر القاسية يلي سيطرت على أجواء علاقتك معه من خلال مناسبة تجمعكم سوا. مولود السرطان، عم تجتهد على تدبير وضعك المهني بالرغم من المواقف المادية المحرجة يلي عم بتضايقك نفسيا بشكل مستمر، وبنفس الوقت تبدو جاهز لأي خطوة بديلة بدون الاتكال على حدا. عاطفيا كلماتك وتصرفاتك عم يخدها الشريك بمعاني مختلفة، ومن المحتمل تخلق أجواء مسممة بينك وبينه على أقل وأبسط الأسباب الخلافية المتراكمة بيناتكم. مولود برج الأسد، عم تسعى لتقوية علاقة سيئة ما بينك وبين أحد الزملاء رح تجبرك على اعتماد رأي موحد بين الطرفين، بالإضافة لسياسة مالية رح تخفف من حجم الضغوطات اليومية يلي عايشة حاليا. عاطفيا عم تشعر بأنك ضحية تهور عاطفي بسبب تسرع الشريك بالحكم عليك لوحدك بالرغم من تفلته من المسؤوليات والوعودات الخاصة بعلاقتكم سوا. مولود برج العذراء، عم تسعى للتميز بأعمالك بالرغم من عدم وجود التقدير والمساواة بالحقوق المالية ما بينك وبين الزملاء الأقل منك مستوى وخبرة، وخصوصا أنك من أهم الأشخاص القادرين على تعليم فنون تطوير المهارات للآخرين. عاطفيا عم تسعى بكل جهدك لإثبات وجودك العاطفي مع الشريك وتحسين علاقتك معه، ولكن انطباعاته المخيفة عنك ما زالت واقفة بطريق استقراركم سوا. مولود الميزان، عم تجتهد على تقليل معاناتك المهنية والمالية الصعبة والسيئة من خلال تعاون مشترك مع جهة قوية رح تلفت نظرك على نشاط مهني جديد. عاطفيا كأنك أمام مطب عاطفي واضح، ويبدو أنه علاقتك مع الشريك عم تشهد توترات وعدم توافق على الكثير من المواضيع بين الطرفين. مولود العقرب، عم بتراهن على دعم مهني رح يساعدك على إدارة علاقاتك مع الزملاء بشكل فعال، بالإضافة لمكسب مالي عن طريق مصدر خارجي رح تركز من خلاله على مكانتك المستقبلية مع الوقت. عاطفيا علاقتك مع الشريك مليانة بالفوارق الواضحة، وعم تتعرض بشكل مستمر لمواقف محرجة وسوء فهم كبير على أبسط الأمور حتى من أقرب الناس. مولود القوس، رح تستغل الوقت الضايع بتعلم أشياء جديدة تفيدك بتبادل المعلومات المحتاجها لتطوير نشاط عمل بدوام جزئي، وكل همك منه تحدي بعض الأشخاص يلي راهنوا على محدودية طموحك المهني. عاطفيا فكرة تغيير أسلوبك بالتعاطي مع الشريك لتعتبر هي الحل الأساسي لفض الخلاف ما بينك وبينه، ويبدو أنه الموضوع مرتبط بغياب المشاعر الحقيقية بيناتكم. مولود الجدي، عم يتحول تفكيرك المهني لنواحي مختلفة رح تساعدك بتخفيف الضغط المالي والمهني عنك بوقت واحد، بالإضافة لمتابعة دقيقة بتخص قضايا قانونية خاصة فيك. عاطفيا رح تواجه مشكلة مع الشريك بسبب تحميلك لمسؤوليات إضافية مطلوبة منه، بينما المسألة أبعد من هيك ومرتبطة باختلافات فكرية متراكمة ما بينك وبينه. مولود الدلو، يبدو أن وضعك المهني رح يتطلب منك سعي مستمر ومجهود إضافي رح يساعدك على التخلص من حالة الضعف المهني يلي عم بتعيشه لأول مرة بهيدا الشكل. عاطفيا عم تترك حلحلة أمورك العاطفية مع الشريك للصدفة بدون ما تسعى أو تكلف خاطرك بالتواصل المباشر معه أو التقرب منه على مستوى تدريجي. مولود الحوت، عم تشعر بأنك ضيعت وقتك بالتفكير بمشروع عمل غير فعال بسبب التقلب المستمر بمسألة العرض والطلب
الطلب، بالإضافة لاستعدادك التام للقبول بمسؤوليات إضافية بهدف تمرير الوقت الضايع مش أكثر. عاطفيا عم بتلاحظ إهمال الشريك إلك وجرأته وقراراته وتصرفاته المستبدة معك وهدفها إرضاء كبريائه على حساب مشاعرك بدون ما يعمل حساب لخط الرجعة بيناتكم. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار. ضلكم بألف خير. باي باي.